يعاني آلاف النازحين في منطقة ذنا بمديرية صرواح من تدفق السيول نحو مخيم الإيواء الوحيد في المنطقة. النازحون من جحيم الحرب وعصف الميليشيا في صرواح أصبحوا الآن تحت عصف الطبيعة، محاصرين بمياه السيول وقلة الإمكانيات، فيما لا يوجد أحد يسأل عنهم ولا يهتم لأمرهم. والله احنا نزحنا من صرواح لنا سنة وشهر، نزحنا في الجبال والحمد لله سكننا لهذا الحين. جات رحمة ربي الأمطار هذه، طلع السد فوقنا، طلع السد فوقنا وغرقت العيدان والمعارش ودي صلحنا كلها كامل. في هذه المنطقة توجد نحو 700 أسرة نزحوا من مديرية صرواح في شهر إبريل من العام الماضي بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على المديرية، وهي الآن تعيش في العراء بعد أن أغرقت السيول ما بنته خلال عام. ما طول المنطقة تغمرها المياه وعشرات المنازل غارقة في الماء والعشرات الأخرى تهددها وتحيط بها المياه، والمشكلة التي يعاني منها السكان عدم المساكن وخزانات المياه وعدم توفر مياه الشرب. ونناشد الجمعيات والمحافظ والجهات المسؤولة بسرعة إغاثة النازحين. المنازل البسيطة التي أقامها النازحون على عجل غمرتها المياه، كما غمرت بئر الشرب الوحيدة، فيما النازحون يطالبون السلطة المحلية والمنظمات المعنية بإغاثتهم بصورة عاجلة وتوفير مياه صالحة للشرب وخزانات لاستيعاب المياه وكذا خياما للإيواء.